رئيس الجمهورية يبحث مع السفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الوضع الإنساني الراهن وتحقيق المصالحة الوطنية. سيادته يطلع على نتائج الوفد الحكومي المفاوض مع مجموعة ديفيد ياو ياو. وتعذر بدء الجولة الثانية للمفاوضات بين الحكومة والمتمردين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لتأخر وصول وفد المتمردين. السلام عليكم مشاهدين الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون جنوب السودان في جوبا، معكم فيها حسن جنبا. أصدر الفريق أول سلفا كير مياديت رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا يقضي بتعديل قرار تكوين الفريق الحكومي المفاوض مع دكتور ريك مشار ومجموعته، ويتكون الفريق المفاوض على النحو التالي: السيد نيال دانغ نيال كبير المفاوضين، السيد مايكل ماكوي لويث المتحدث الرسمي باسم الفريق المفاوض، وعضوية كل من السيدة أوت دانغ أشويل، السيد بيتر بشير بندي، السيدة بياتريس عبير سامسون، دكتور لام أكول أجاوين، السيد جيمس كوك رواي، السيدة ميري نياولانغ، السيد جوزيف أوكيل أوبانغو، اللواء توماس دوث غويت، العميد أريجوك بولين جيو، والسيد مارتين ماجوت ياك. وتتكون السكرتارية من دكتور كوسماس واني عضوا، السيد بول جوزيف أغاو عضوا، السيد ياي دوت عضوا، والسيد جيركوي ماريك أنيون عضوا، وفي الإعلام السيد أويت باتريك والسيد صامويل عبود. يسري مفعول القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 فبراير للعام 2014 ميلادية. كذلك أصدر الفريق أول سلفا كير ميادت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قرارا رئاسيا يقضي بفصل الآتي أسماءهم من عضوية الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهم دكتور ريك مشار تينج، السيد تعبان دينغاي، والسعيد ألفريد لادو غوري. يسري مفعول القرار اعتبارا من اليوم 2 الموافق 10 فبراير العام 2014 ميلادية. تلقى الفريق أول سلفا كير مياديت رئيس الجمهورية اليوم 2 بمكتبه بالقصر الرئاسي بجوبا تنويرا من السيدة كاثرين جوان بنايا وزيرة الإسكان والأراضي والمرافق العامة حول أنشطة وزارتها خلال 5 أشهر الماضية. وقالت السيدة جوان في تصريح عقب الاجتماع إن وزارتها بصدد وضع قانون الأراضي والإسكان منضدة المجلس التشريعي القومي، مشيرة إلى أهمية ذلك تجاه جذب المستثمرين الأجانب، كما أشارت إلى أنها بحثت مع رئيس الجمهورية مشروع العاصمة المقترحة رامشيل، وأكدت اكتمال دراسة الجدوى التي أعدتها شركة من كوريا الجنوبية. On the activities of the ministry. One, I came to tell him of the progressive report of the 5 months I've been in office, what steps we have taken, things to do with the policy development. I've come to inform him that at least we have developed 2 policy documents, which is the land policy and the housing policy, which are at their final stages on the way to the assembly to come as our working documents. Because currently investors come to the country and they cannot really do that because the land policy has not been passed. The housing policy also needs to be passed by the assembly, because the investment conference actually brought in a lot of investors who are willing to invest in housing, and with these 2 policies passed, this would attract more investors to come and invest in the country. As you know, housing actually is one of the areas where really the country can have income when we have a lot of housing projects in the country.
وعلى صعيد آخر، التقى الفريق أول سلفا كير مياديت رئيس الجمهورية بالسيدة سوزان بيتش سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد. وقالت السيدة سوزان بيتش إنها بحثت سير عملية التفاوض بين الحكومة ومجموعة ريك مشار بالإضافة إلى الوضع الإنساني في البلاد وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. The negotiations round two that will begin later today in Addis Ababa. We also talked about the humanitarian situation in South Sudan, as well as the need for reconciliation at the grassroots level to make sure that people feel comfortable going back home and reconciling one with another. We talked also, and I thanked him for his support to the IGAD advance team that is setting up the monitoring and verification mechanism. They have been traveling around the country to the areas that the president has agreed to let them look at, and they've had excellent cooperation, and so we look forward to their results. أوضح القس كليمنت جاندا رئيس لجنة المفاوضات مع مجموعة ديفيد ياوياو أنه تلقى التوجيهات الأخيرة من الفريق أول سلفا كير مياديت رئيس الجمهورية حول عملية التفاوض مع المجموعة. جاء ذلك في تصريح للتلفزيون عقب لقائه رئيس الجمهورية. وأشار جاندا إلى أن الوفد الحكومي توصل إلى اتفاق مع ياوياو، واصفا لقائه برئيس الجمهورية بالناجح. This is the group that His Excellency the President assigned to meet and discuss with General David Yaoyao's group, the South Sudan Democratic Movement, South Sudan Democratic Army. We were in Addis Ababa to discuss the preliminary meeting on the cessation of hostilities between the 23rd of January and the 30th of January. And we were able to sign an agreement reflecting the position of the two sides on the cessation of hostilities and ceasefire. So we came back to receive more instructions from the president regarding the position paper that the group of David Yaoyao, the SSDM, SSDA, has presented regarding 8 points, which points, once discussed, would constitute an agreement between us, the government, and the SSDA. هذا ومن ناحيته أشاد المطران باول ياغوسوك المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي إلى أنهم قدموا تنويرا ضافيا لرئيس الجمهورية، مبينا أنه تم تكوين لجنة لمراقبة الاتفاق بين الطرفين إلى جانب بعثة الأمم المتحدة والقيادات الكنسية. The just concluded agreement on cessation of hostilities between the government of the Republic of South Sudan and the SSDM, SSDA, that is General David Yaoyao. We have briefed him on the whole agreement and especially the implementation of the monitoring and verification team. This is a very important team that will be formed, will be comprised of SPLA and the SSDA, and also the UNMISS, together with the members of the churches. And this team will implement the cessation of hostility. So we are
thankful to the President of the Republic of South Sudan, General Salva Kiir Mayardit, for cooperating with us and trusting to the church the peace negotiation between him and General David Yao Yao. And this is a very important agreement because it will pave a way, it will create a conducive atmosphere for two parties to begin to sit down and discuss their differences. It is also a very important agreement that will also allow the humanitarian support, humanitarian organization to support the people of Murle in all the areas in Murle land. So دعا السيد جيمس واني إيغا نائب رئيس الجمهورية دعا الطلاب بمختلف المدارس بالبلاد إلى ضرورة التمسك بروح الوحدة من أجل الذود عن حياض الوطن. جاء ذلك لدى مخاطبته بالمركز الثقافي بنياكورون اليوم الاثنين ملتقى طلاب الحركة الشعبية تحت شعار شعب واحد أمة واحدة. وأشار السيد إيغا إلى أن الطلاب هم طلائع المستقبل وعليهم تقع مسؤولية تنمية وحراك الأمة باتجاه العالمية. We need your unity to the students and the youth. If you are united, your parents will be united. Ayo. If you are divided, your parents will be divided. وفي ذات السياق ناشد السيد جاكسون أبوغو سكرتير الحركة الشعبية بولاية الاستوائية الوسطى ناشد الطلاب بضرورة العمل برؤية ومبادئ الحركة الشعبية من أجل بناء الأمة الجديدة. وحذر أبوغو الطلاب من بعض العناصر السياسية التي تحاول تطويع دستور الحركة لتلائم مواقفها. To press aside the two warring parties, particularly rebel, to immediate implementation of ceasefire. Four, we are calling from IGA to form a monitoring and verification mechanism to monitor the movement of the rebels and the government troops. We are calling from the South Sudan Democratic Movement, that is the WLA movement, for full implementation of agreement signed in Addis Ababa. Six, we are calling from our citizens who are in UNIMIS compound to come home. Seven, the failed attempted coup or the recent company or crisis now in the country is not caused by the SPLM party, but caused by wrong elements in the party. تعذر بدء الجولة الثانية للمفاوضات بين الحكومة والمتمردين اليوم الاثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك لتأخر وصول وفد المتمردين حتى الثالثة من بعد ظهر اليوم. وقال موفدنا في اتصال هاتفي من العاصمة الإثيوبية إن الجولة من المتوقع أن تبدأ غدا، وذلك بشرح من وسيط المفاوضات الممثلة في منظمة الإيجاد. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض في وقت سابق التزام الحكومة ووفدها المفاوض لتحقيق السلام بالبلاد. بحث دكتور ريك غاي كوك وزير الصحة بمكتبه اليوم مع السيد أيمن الجمال السفير المصري بالبلاد العلاقات الثنائية بين القاهرة وجوبا، لا سيما في مجال تطوير الخدمات الصحية وتحسين المراكز والمستشفيات بالبلاد.
وأكد السفير المصري استعداد حكومة بلاده لدعم وتطوير الخدمات إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الصحية العاملة بالبلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى تدريب حوالي 24 كادرا طبيا من مختلف التخصصات الطبية بجمهورية مصر العربية. This new assistance is comprised of a gastroscope for diagnosis of intestinal tract and the kidney, as well as a urinoscope for the urinary tract and the kidney. The other one is also for the liver. We are also providing a complete medical center with. An orthopedic clinic, gynecologist clinic, an ophthalmologist clinic, an X-ray center, as well as an operation theater, an ER room, and incubators for the infants. وفي تطور إخباري آخر، التقى وزير الصحة بمكتبه ممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة بالبلاد، حيث بحث الجانبان القضايا الإنسانية والسبل الكفيلة بتقديم الدعم للمتضررين جراء الأحداث الأخيرة. من جانبه أكد السيد ميديان تسلاي المدير الإقليمي لبرنامج الإيدز التابع للأمم المتحدة بالبلاد التزام منظمات الأمم المتحدة بتوفير الخدمات الصحية للمتأثرين حتى يسهم ذلك في تقليل عدد الوفيات بمخيمات النزوح، إلى جانب مواصلة برامج تطعيم وتحسين الأطفال ضد أمراض الطفولة والأمراض المعدية. To respond to the current humanitarian crisis, be it in the IDP camps or outside beyond the IDP camps. And we have expressed our commitment that we'll continue supporting the ministry in reducing child mortality through vaccinations and also hygiene and sanitation, and also in the rest of the health area, including HIV. TB. So this is what we express to the Honorable Minister, and we are fully convinced that the government is also trying its level best to facilitate access to the different parts of the country, because in certain areas the access has been limited. But again, it's just to again express our commitment that we are at the disposal of the Honorable Minister of Health to support him in any way to achieve the aspired goals and results. كانت تلك السيدة ميديان تسلاي المديرة الإقليمي لبرنامج الإيدز التابع للأمم المتحدة بالبلاد. قام الأب مارك لوتيدي لوتشابي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية مؤخرا بزيارة إلى مقاطعة كويتا الشمالية بولاية شرق الاستوائية، وذلك بغرض الوقوف على أوضاع المواطنين هناك إلى جانب تقديم وجهة نظر الحكومة حيال المحاولة الانقلابية الفاشلة بقيادة دكتور ريك ماشار. المزيد في تقرير الزميل جيمس موريس. التوبوسا لكافة أبناء جنوب السودان، نظم أبناء مقاطعة كوبويتا الشمالية بولاية الشرق الاستوائية احتفالا على شرف زيارة القس مارك لوتيدي مستشار رئيس الجمهورية، حيث عارب المحتفلون عن وقوفهم خلف قيادة الفريق أول سلفا كير مايارديت رئيس الجمهورية لوقفته الثابتة تجاه المتمردين ما أبداه الجيش الشعبي من الشجاعة فائقة في سد هجمات العناصر المخربة. وخلال مخاطبته المناسبة، ناشد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية الجميع إلى ضرورة العيش في السلام فيما بينهم، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. In this gathering, they have talked a lot about their own people in Kapota, about the past, what had been done in the past, and what had to be done in the future. And how to be in peace with the neighboring tribes.
السيد تشارلس لوكوني وزير الحكم المحلي بولاية شرق الاستوائية أوضح أن مواطني مقاطعة كوبويتا الشمالية يناشدون طرفي النزاع إلى الالتزام بتنفيذ اتفاقية وقف العدائيات الموقع بينهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. And most of the things they are talking about the dams. Most of their cars during dry seasons are crossing countries. Now they are in Ethiopia and some part of Uganda and Kenya. So that's a very big conflict that are appealing to the government of South Sudan that to come up with the dam projects that can make sure the animals are having enough water and pasture. So these are the major issues that they are raising. So with all these few, they say the government, if there's possibility, that they implement at least 50% of this thing. And they are ready to defend this territory against the rebellion. And they have already declared also that this land, their land, should never be used as a battlefield for senseless wars or selfish plans and so forth. They believe in the Republic of South Sudan. At the same time with the government of South Sudan, which is under the leadership of His Excellency Lieutenant General Salva Kiir Mayardit. So this is their stand. And they are also pushing the issue of community policing. That they have, we have their community policing that need to be reinforced or reinforced by the government. They have enough use to defend, especially the internal conflicts within the communities and other rule of law actors. They are ready. So these are the message that they are giving. وفي ذات السياق أكد السيد شابريانو بيتر عضو البرلمان الولائي رفض أبناء المقاطعة التام استغلال أراضيهم في حرب المصالح. الجبال ده رمز بتاعه السلام. يعني رمز للسلام وهم كمان منين ببلغ رسالة السلام لكل الجنوبيين وخصوصا في مناطق الحصل فوق مشاكل في جنجل في أبنائل وفي الوحدة وهم كل الليلة بيقول إن ما عاوزين موت تاني ما عاوزين دم ما عاوزين طلقة في كل تاني إن عاوزين سلام وإن عاوزين جمهورية بتاع جنوب السودان نعيش بالسلام بقيادة بتاعت الرئيس بتاعنا سالفا كير مايارديت والحاكم بتاعنا في الشرق الاستوائي لويس لابومو لجوري وده الرسالة بتاعنا أهل بتاعت كابوت الشمال. خلال هذه الاحتفالية والأصوات المنادية بالسلام والاستقرار بالبلاد يجدد أبناء مقاطعة كوبويتا الشمالية وقفتهم الصلبة خلف قيادة رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الشرعي والمنتخب من قبل شعب جنوب السودان. جيمس موريس، تلفزيون جنوب السودان، ولاية شرق الاستوائية، مقاطعة كوبويتا الشمالية. ناقش مجلس وزراء حكومة ولاية الاستوائية الوسطى في اجتماعه الاستثنائي اليوم الاثنين برئاسة اللواء كليمنت واني كونغا حاكم ولاية الاستوائية الوسطى، ناقش العملية التعليمية بالولاية والتحديات التي تواجهها، حيث قرر المجلس ضرورة فتح جميع مدارس الولاية في 15 من فبراير الجاري. وفي تصريح للتلفزيون ناشد السيد صوبا صمويل مناسي المتحدث الرسمي باسم حكومة الولاية، ناشد الآباء وأولياء الأمور بضرورة تسجيل أبنائهم للعام الدراسي الجديد، داعيا قيادات العمل التربوي بالولاية والمعلمين لتنفيذ هذا التوجيه. 10 February 2014 in an extraordinary Council of Ministers meeting number 2 for the year 2014, we discuss one of the important agenda and it's about opening of the schools in the all of the state of Central Equatoria State. We all remember that there was a circular which was circulated by the Ministry of Education to all educational stakeholders about the date and time when schools should open in the state. And it was mentioned that schools should open in April 2014. However, when this thing came to the knowledge of the Council of Ministers because of the complaints that were raised by the stakeholders, particularly members of parliament, parents, we realized that the decision was not right, it's not proper because this is a policy matters. And أجاز المجلس التشريعي لولاية الاستوائية الوسطى في جلسته اليوم برئاسة السيد ألفريد كيري يوكي
نائب رئيس المجلس أجاز تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والنوع بالمجلس حول الزواج المبكر الذي قدمته السيدة مكة مصطفى فتاكي، حيث شدد المجلس على ضرورة التخلي عن العادات الضارة ووقف كافة الممارسات التي تؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وإلحاق الضرر بالمجتمع. تفقد السيد ستيفن واني مايكل محافظ مقاطعة جوبا مؤخرا كلا من مناطق كودا ووندروبا بولاية الاستوائية الوسطى، وذلك بغرض الوقوف على أوضاع الأسر التي تأثرت بالأحداث الأخيرة هناك. ودعا السيد المحافظ في حديث له للتلفزيون إلى تقديم المتورطين في الأحداث الأخيرة أمام العدالة، مطالبا السلطات بضرورة نزع الأسلحة من أيدي المواطنين. Give condolences to the families of 10 people who have been killed last month, that was on 15th, with unknown people. So the figure is so great. That's why we are here to console the family and also to tell the public that we as a government, we are looking forward to seeing to it that the culprits are to be brought into justice. Whether they are around Juba or they are outside Juba, they should be arrested. So we are here as a team, and we have carried out assessment among the communities how they responded to this real painful. Because one family has lost more than 4 people, which is mean that family has been closed completely. ومن ناحيته أشاد السيد جاكوب غوري صامويل محافظ مقاطعة تركيكا، أشاد بجهود السلاطين بالمنطقتين ووجه أمرا للرعاة في كل من كودا ووندروبا بضرورة العودة إلى تركيكا، داعيا مواطني المنطقة إلى التحلي بالصبر. temporary halde na school alinde murahat alipe mahali ni alipe wandoruba alipe koda kulu juma pita mandara ina alinde bugar anna wadita alimar saba yom na zila jini kuda because uwa wesu pimara ala kala ni matal nina wesulu taasira alina aino mininasa alimajarain wahaja ala kala ni matal mafi zol bigede rudu achan joltani bigede asuru joltani watani anina nasa alibiga taba pitija pita nasa alitahamo pitija pita mandari wa sultan fitanna litamo wana sanin asamon biga polordi fi sigin wana bifatu sunna siyadu alamul hazade wana sibo kalamda san kimna bigere gubu dona denna bisiluna na baskur salatin fita wandurba matakoda ma musakafin ali gegeni fi mahale le subur to manal mon gader subur la kharina jafiu wa japitanna wale fitanna rasuluna asan ke nastanna motonindal kan haja asil kilomon masil gonu fi de tomon kelimon subur o kelimon sibo kelim ganun jibo kalamde e jibo mahalto wa dayaw sababu da jarna jala khalifa andur bayni. وفي سياق آخر، قام محافظ مقاطعة جوبا السيد ستيفن واني مايكل بزيارة ميدانية اليوم إلى مستشفى جوبا العسكري ومستشفى الشرطة، بالإضافة إلى مستشفى جوبا التعليمي. وقال السيد المحافظ إن زيارته لهذه المستشفيات هدفت لتقديم العون عبارة عن مواد غذائية واحتياجات أخرى للجرحى، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بتحقيق طموحات الشعب، داعيا للسلام والوحدة وسط المجتمعات. To be here in day one, but because the crisis happened in the county, which involved the communities around Juba, therefore we were completely helping our people around the city
as many of them were displaced. So I'm happy with the staff and administration of Juba Teaching Hospital that they are doing their best in nursing, treating our soldiers. Therefore, let us look how this conflict can end. هذا ومن جانبه أشاد المدير الطبي لمستشفى جوبا التعليمي دكتور واني لوليك أشاد بالدعم الذي قدمه السيد المحافظ للمستشفى والوقوف على أحوال المرضى والجرحى، مضيفا أن هذا الدعم والزيارة يمثلان حافزا معنويا وماديا للمرضى وإدارة المستشفى معا. بتاعت الكوارث الأخيرة، فبشكر شديد جدا جزيل الشكر لأنه كاسر البيت. أنا ما بقول أنت جيت متأخر، لكن أنا بقول إنه ما دام أنت وصلت يعني كده عملت لنا مورال بوس لعمال بتاعت المستشفى جوا والدكاترة والممرضين كلهم، يكون ده مورال بوشينج فيزيت حتى عيانين اللي انت هتشوفه في المستشفى هيشعروا بانه اهلهم اللي بره ما نسوهم وهم في قلوبهم، وهم ان شاء الله هيكونوا معاهم في ما بعد المستشفى. انا بشكر. بهذا الخبر نصل الى ختام النشره، وختاما لها تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يبحث مع سفيرة الولايات المتحدة الوضع الإنساني الراهن وتحقيق المصالحة الوطنية. سيادته يطلع على نتائج الوفد الحكومي المفاوض مع مجموعة ديفيد ياوياو، وتعذر بدء الجولة الثانية للمفاوضات بين الحكومة والمتمردين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. هكذا مشاهدينا الأعزاء نصل إلى ختام النشرة قدمناها إليكم من تلفزيون جنوب السودان في جوبا. إلى اللقاء.